ما حكم حجز ثمر النخيل قبل الاستواء دون دفع الثمن؟ ما حكم حجز ثمر النخيل قبل الاستواء؟ يعني بيع ثمر النخيل قبل ظهور يعني أن يصفر أو يحمر، هذا لا يجوز. بيعه وهو أخضر لا يجوز، لأنه عرضة للآفات. أما إذا بدا صلاحه بأن احمر أو اصفر وتلون يجوز بيعه. نعم.